7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. السلام عليكم، كيف كان صوتكم؟ بألف خير وانت عم تشوف فيديو اليوم. اليوم بهذا الفيديو، هو هذا الفيديو كتير انطلب انه اعملي حقائق عني. نغير شوي كالعادة، فعملت انه حقائق غريبة عني. فخلونا نبلش بأول حقيقة عني. لما بعصب عن جد، في اشارة بعملها وهي هيك. شايفين كيف؟ هيك. اني برفع اصبع رجلي الكبير لفوق بطريقة انه خلص انا كتير هون معصبة، ما تحكوا معي ابدا. بحب الزيتون الأسود كتير لدرجة إني باكله مع كل شيء. طبعاً لهلأ هي مش كتير غريبة، بس الغريب بالموضوع إنه أنا الوحيدة بكل عائلتي اللي باكل الزيتون الأسود. يعني عندكم أخي مثلاً بيقرف منه وبيفكروا إنه هو فضلات، بس مع هيك باكله ورح ضل أكله وبحبه مع كل شيء. أول مرة سقت فيها لما كان عمري 6 سنين، رحت قالوا لي كيف بقى. كنت طالعة مع خالي بسيارته، خالي وقف السيارة ونزل عم يحكي مع رفيقه، بس أنا كنت طفلة كتير مشاغبة، يعني ما بترك شيء بمكانه. فطلعت مكان خالي وشغلت السيارة بطريقة ما بعرف كيف، بس اكتشفت شيء. أنا كنت بشوف العالم شو بتعمل وبقلدها. بتذكروا إنه خالي وفوت نص جسمه بالسيارة مشان بس يوقفها، وفتنا بالنهاية بالزبالة. فهذه القصة من مصايب طفولتي، كنت كتير مشاغبة كتير. لما بقعد قدام لابتوبي لأي سبب، ما عم شوف فيديو، عم شوف فيلم، عم شوف أي شيء، مستحيل أقعد وإيدي هيك مع بعضهم. لازم كون قاعدة وعم نظف بالحاسبة طول الوقت. لو كان الفيلم حتى 3 ساعات، بضلني عم حرك ايدي على الكيبورد وبنظفه هيك وبفوت اصابيع. هيدي عادة ما في بطلها، وعن جد عادة غريبة فيه. رح ارجيكم كيف. يعني مثلا هاد لابتوب وانا هلا قاعدة عم شوف عليه، دائما ايدي بتكون هيك بتنظف هيك 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 هيك، ما بعرف ليش تروح الشاشة بتعمل هيك. وكمان مستحيل اتفرج على فيلم اذا كانت شاشة الكمبيوتر وسخة، هالشي فيه وما بعرف كيف. شو هاد؟ لما بكون عم فكر هيك او صافنه او شارده بشي مكان وعم فكر بشي شغله، مستحيل ايدي يكونوا هيك يعني مع بعضهم وقاعدين بمكان واحد. ايدي بيكونوا عم يتحركوا وبكتب كلمات بالهواء من الشغلات اللي انا عم فكر فيها. لازم هي الايد هيك تتحرك هيك وانا عم فكر. غريب عن جد كتير غريب. والمشكله انه ما بحس على حالي، يعني هيك صارت عاده من عاداتي او شيء من حياتي. لما بقعد افكر بعمل كأنه أنا عم بتسمع موسيقى براسي، ما بعرف عن جد. بحب التصوير كتير والكاميرا كتير كتير، بحب الكاميرات والتصوير وهالقصص. لما كنت صغيرة كانت في عنا كاميرا بالبيت، وماما كانت كتير تحبها وكتير دايرة بال عليها وهيك، وكانوا يجيبوا هيك مثل القرص هيك فيه صور وبنحطه بقلب الكاميرا وبعدين بنروح نطبعه. فماما كانت شايلة هالكاميرا عني كتير بعيد، لأنه بوقتها كانت هالكاميرا غالية، يعني بتروح انكش الدنيا وجيبها اخذها. ما في شيء يعني بيصعب علي لما كنت صغيره، يعني مشاغبه لدرجه فظيعه. كنت روح اجيب الكاميرا واخذها وصور فيها اصبع رجلي الصغير، عيني، انفي هيك رفعته، شجره بشي مكان، وبعدين رجعها لنفس المكان. هلا بهدول الكاميرات ما فيك، ما بيعطيك اشاره انه خلص القرص اللي فيها. فماما حرام بتجيبها وبتصورنا وبتعود عم بتصور وهيك، وبعدين بيخطوها بيطبعوها وبيطلع كل الصور فاشلين، الصور اللي انا صورتهم. وطبعا بالنهايه باخذ احلى قتله، يعني خياليه لدرجه انه انا هلا عم بتذكرها وعم بحكي لكم. انا بسمع ميوزك انجلش كتير، بس كمان بسمع موسيقى المصرية الشعبية. ما بحس انه انا بدي انبسط، بدي فرفش، بدي هيك حس بالسعادة، بشغل على موسيقى مصرية واتسمع لها عن جد، وتحسسني بشعور كتير سعيد. بحبها كتير هالنوع من الموسيقى المصرية، عن جد عن جد الشعب المصري كتير حلو، وهيك بتحسسكم بدكم تضحكوا على طول. كتير كتير بحب مصر، ما عن جد زورها بشي يوم. فهدول هن الحقائق الغريبة عني. بتمنى هذا الفيديو عجبكم وحبيتوه وعرفتوا كم شغلة عني ما كنتوا بتعرفوهم من قبل. حطوا لهذا الفيديو لايك، إذا أنتوا جداد بالقناة اعملوا سبسكرايب اشتراك للقناة مشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، وفوتوا تفرجوا على الفيديوهات الموجودة بالقناة. تابعوني على انستغرام، تويتر، سناب شات، وكمان فيسبوك. رح اترك لكم كل الروابط تحت بصندوق الوصف، واسمائي كمان تحت بصندوق الوصف. بحبكم كتير.